طيب بنكمل كلامنا يا شباب، هنبدأ في البروسيسنج سايكل الجزء الأول من هم محاضرتين، فدي المحاضرة الأولى الجزء الأول بالبروسيسنج سايكل. هي البروسيسنج سايكل عبارة عن إيه؟ إيه هي دورة التحميض؟ أنا الفيلم لما بكون بطلعه من العلبة بتاعته بيكون فيلم خام متصنع معلوش صور، صح؟ صح؟ أول ما بعرض الفيلم ده للأشعة تبدأ تكون عليه صورة ولا إيه؟ طيب الصورة دي وأنا بحمض لما بطلع الفيلم بتاع من الكاسيت وأبدأ حمضه، لما بطلع الفيلم على طول هل بشوف الصورة دي بعيني؟ لا، بس هي في صورة، لذلك بنسميها latent image او الصورة الخفية. هي في صورة بس متكونة على المستوى الكيميائي، متكونة كيميائيا انا مش شايفها، لذلك بتعامل مع الفيلم بالبروسيسنج سايكل او بدورة التحميض علشان تحول latent image الصورة الخفية الى permanent image او صورة ثابتة، الصورة الثابتة اللي بتطلع على الفيلم بتاعي اللي بنستخدمها في التشخيص. طيب ايه هي خطوات عملية التحميض؟ الخطوات بتاعتي دي بمنتهى البساطة، اول حاجة التحضير preparation، لأن أنا بحضر الفيلم بتاعي علشان يتحمض. تاني حاجة بعمله حاجة اسمها الإظهار development، بعد كده في حاجة في النص اسمها rinsing أو اللي هو الغسيل، المفروض مش مية بس هنشوف. بعد كده بعمل حاجة اسمها fixation أو fixing التثبيت، والwashing بغسله تاني، وأخيرا drying اللي هو التجفيف. الفيلم بريبريشن، ايه الفيلم بريبريشن بمنتهى البساطه؟ ما انا مش هحمض الفيلم ده وهو في الكاسيت. في فيلم بيتحمض وهو في الكاسيت؟ لا، هو فيه، بس ده حاجه سبيشال. في افلام حاليا في الاسنان الفيلم بيكون في الكفر بتاعه، هو مش كاسيت، الكفر بتاعه اول ما بيتصور بيكون معاه باج صغيره كده على جنب الفيلم، بتدوس عليها بتطلع الاحماض وتتعامل معاه ويتحمض ويطلع لك الفيلم متحمض. من طبعا دي حاجه استثنائيه يعني بالمناسبه بنلفت نظركم ليها، لكن واقعيا في شغل الدارك روم المعتاد بتاعي ان انا بطلع الفيلم بتاعي من الكاسيت وباخده احمضه. يبقى قصه تطليع الفيلم من الكاسيت لحد ما ينزل في الديفلوبر دي عمليه اسمها عمليه البريبريشن او التحضير. باخد الفيلم بحطه على الهانجر اللي احنا اتكلمنا عنه في المحاضره الاولانيه او الثانيه في مكونات الغرفه المظلمه. هل عمليه البريبريشن دي ليها بريكوشنز او ليها مواصفات؟ ليها. ما انا ما ينفعش تكون ايدي مبلوله واروح داخل على الكاسيت فاتحه ما شاء الله بل الفيلم وبل الكاسيت، لا، اذا لازم يكون بستخدم دراي هاندز. هل ينفع ان انا اطلع الكاسيت الفيلم بتاعي من الكاسيت وانا متضايق فاروح تانيه وماسكه مكعبشه بمعنى اصح؟ لا، ما هو دي هيعمل لي حاجه اسمها الماركس المختلفه، البيت فولز بتاعت الافلام اللي هنشوفها في السيشن اللي جاي ان شاء الله، عيوب الافلام. لا، لما بتني الفيلم ولا بشده بسرعه ولا كده ده ممكن يعمل لي عيوب في الصوره. هل ينفع ان انا اخده من الكاسيت واحطه تحت السيف لايت؟ ما هو سيف لايت، واسيبه ربع ساعه اخلص مكالمه موبايل واكمل تحميض؟ لا، ما هو السيف لايت ده زي ما قلنا هو ريلاتيف سيف لايت، فانا بعرضه لاقل وقت ممكن. يبقى انا عمليه التحضير او البريبريشن ما بين ان انا باخد الفيلم من الكاسيت ولحد ما يوصل للديفلوبر او للمظهر. ده شكل الكاسيت بتاعنا زي ما انتم شايفين، وعليه الالواح المقويه على الجانبين اللي اتكلمنا عنها المره اللي فاتت. كويس، الكهرباء رجعت. طيب الديفلوبينج هو العمليه اللي احنا بنحول فيها الليتنت ايمج الى مانيفست ايمج، هي دي اللي بتعمله عمليه الديفلوبينج فعليا. ديفلوبر كلمه ديفلوب يعني يكون او يصنع او يبني، فالديفلوبر ده هو اللي بيبني لي الصوره بتاعتي، بيحولها من الليتنت ايمج الى مانيفست ايمج. الخطوه اللي بعد كده اللي هي الرينزنج، الرينزنج دي ان انا بحط الفيلم بتاعي المفروض في ميه او في حاجه اسمها ستوب باث. ستوب باث يعني ماده حمضيه ضعيفه، لان الديفلوبر زي ما هنعرف ماده قلويه، احنا خدنا زمان في العلوم حمض زائد قلوي يدي ملح زائد ماء. اذا لما يكون عندي ماده قلويه وعاوز اوقف المفعول بتاعها هعادلها بحاجه حمضيه، فلذلك بيكون الرينزنج ده اللي هو التانك اللي بعد الديفلوبر المفروض ممكن يكون فيه ميه، احنا بنحط فيه ميه غالبا، لكن المفروض ممكن يكون في حاجه اسمها ستوب باث اللي هو عباره عن ماده حمضيه ضعيفه خالص هنعرفها علشان يوقف لي المفعول بتاع الديفلوبر. طيب الفيكسيشن هو التثبيت. الديفلوبر عمل لي ايه؟ خلى هاليدات الفضه المتعرضه للاكس راي بدل ما هي صوره ليتنت كيميائيه اعطاها اللون الاسود، اكسدها، حرقها بمعنى اصح، فخلاها الحاجات المتعرضه زي ما احنا عارفين بالدم الاسود والحاجات اللي مش متعرضه بالدم الابيض.
اذا في طبقه من هاليدات الفضه متعرضه الديفلوبر بيتعامل معاها ويحولها للشكل الاسود صح، لكن الطبقه مش متعرضه ما هي ما زالت موجوده على الفيلم، هي تمثل عباره عن حاجه اوبيك على الفيلم. ده دور الفيكسر المثبت. المثبت بيعمل ايه؟ بينحت لي الهاليدات الفضه اللي ما تعرضتش، بياكلها بمعنى اصح، بيتفاعل معاها ويخليها تطلع مع الفيلم وترسب في الفيكسر. ولذلك الفيكسر او المثبت زي ما انتم عارفين بيتباع بعد ما يكون اكسهوستد، بيتباع بثمن غالي لان هو محتوي على ذرات الفضه اللي هو طلعها من الفيلم. بعد كده في مرحله الوشنج، ان انا بغسل الفيلم برده غسيل نهائي، والدراينج اللي هو التنشيف، الفيلم بيتنشف وبعد كده تحط عليه طبعا التيكت والبيانات وتحط في مظروف ويتسلم. إذا لما نتكلم عن الديفلوبر أو المظهر هتكلم عنه النهاردة، الكومبوننت بتاعت المظهر هتلاقوا عندكم في شريحة اسمها كومبوننتس، المفروض أنه هو ويك ألكالين، يعني مادة قلوية ضعيفة. ممكن يجيلك في الـ MCQ developer is weak alkaline, weak acid, neutral, none of the above مثلا. فإحنا عارف أن الديفلوبر ده weak alkaline، هو مادة قلوية ضعيفة، ولذلك أنا بوقفها زي ما قلنا يبر ستوب بس اللي هو مادة حمضية ضعيفة عشان ما ننساهاش. بيكون في reducing agent. reducing agent يعني مادة مختزلة. مادة مختزلة يعني بتدي إلكترونات. هو خليط من الثمان مواد اللي احنا شايفينهم دول. يعني أنا حاولت أخليهم لكم بأسلوب سلس شوية، إن احنا حطناهم في حروف متبعة. reducing agent مادة مختزلة، ودي أهم حاجة فيه. restrainer هنعرف ايه هو. بريزيرفاتيف يعني ماده حافظه. بفر ماده ليها دور. اكتيفيتور عامل حفاز. انتي سويلنج. سيكوستريتنج ايجنت وسولفنت. 2 ار 2 بي 2 اي 2 اس مثلا. مش مطلوب ان احنا نحفظ الحاجات طبعا زي ما بنقول يعني حفظ اصم، لكن نبقى على الاقل فاهمين كل حاجه من دول الدور بتاعها ايه. ايه الفانكشن بتاعت الديفلوبر؟ الوظيفه بتاعت المظهر وظيفته الرئيسيه ايه؟ ان هو زي ما قلنا سورس اوف الكترونز، هو مصدر الالكترونات، فبيختزل ذرات هاليدات الفضه، بيديها الكترونات ذرات الفضه المتعرضه للاشعه، فبيحولها الى بلاك ايونز، الى ايونات سوداء، عشان كده الحاجه المتعرضه للاشعه بتظهر لي باللون الاسود. هل هو بيشتغل على هاليدات الفضه المتعرضه ومش متعرضه، ولا المتعرضه بس؟ هو حقيقة بيشتغل على الاثنين، على هاليدات الفضة المتعرضة للإكس راي والمش متعرضة، لكن هو بيشتغل على هاليدات الفضة المتعرضة أضعاف ما بيقدر يشتغل على هاليدات الفضة الغير متعرضة للأشعة. ولذلك في تايم للديفلوبينج، أنا بحط الفيلم لحد مرحلة معينة ما تكونت الصورة بتاعتي وخلاص بطلعه. لأن فرض إن احنا سيبنا الفيلم بتاعنا في الديفلوبر ساعة، هيبدأ يتفاعل مع هاليدات الفضة اللي مش متعرضة للأشعة وهيحرقها وهيسودها. وصلت؟ يبقى هو بيشتغل على الاثنين، لكن هو بيشتغل مور سنسيتيف ومور رابد على هاليدات الفضه المتعرضه، بيديها الكترونز بيحولها الى ايونات السوداء اللي احنا بنشوفها في الصوره. ايه انواع المواد المختزله المستخدمه؟ احنا اتفقنا ان الديفلوبر ده ماده مختزله بيدي الكترونات. في حاجه اسمها حاجات مختزله ليها هاي انرجي، يعني مواد ليها طاقه كبيره زي الميتول والفينايدوين، وفي حاجة اسمها low energy زي الهايبر كينون. هو بيتكون من خليط من الاثنين. انا لا عايزه سريع قوي يبقى واصل الفيلم كله، ولا بطيء خالص اقعد قدامه ربع ساعة في التانك، لا. لذلك بيتكون من خليط من المادتين دول عشان استغل سرعة ده واستغل ايه الاكشن بتاعتها. ده طبعا شكل الديفولوبر او الديفولوبينج تانك. ايه الملاحظ فيه؟ كل تانك جنبه ايه؟ جنبه الغطاء. ليه؟ لان تانك الديفلوبر المفروض طالما مش بستخدمه لازم يظل، او مش تانك الديفلوبر بس، المفروض التانكات بتاعتي عامه منعا لسقوط مثلا سقوط غبار تراب حاجه زي كده، لكن المفروض بيتغطى علشان احافظ على المواد بتاعته. الاكتيفيتور او الاكسلريتور اسمه حاجه اسمها اكتيفيتور. اكتيف يعني ايه؟ يعني نشط. يبقى اكتيفيتور معناها ايه؟ منشط. طب هو منشط لايه؟ هو ماده قلويه، هينشط الديفلوبر ازاي؟ الديفلوبر ده بيتعامل مع ماده حساسه، تمام؟ زميلتك اللي لابسه طرحه روز، لا لو تعبانه اتفضلي عادي والله مش باخد غياب، اتفضلي تعبانه اتفضلي عادي والله عادي.
انت مش تبع قسم؟ لا خلاص براحتك منورانا. طيب قولي كده يا ست. طيب طب خلاص مش تبع القسم يبقى خلي جنبك تركز. طيب ولا مش تبع القسم برضو؟ تبعنا ولا مش تبعنا؟ معانا يعني؟ طيب خلاص ركزي انت. طيب ماشي. طيب محفز لايه؟ انا عندي اتفقنا ان احنا الماده الفعاله كانت بتكون ماده جيلاتينوس لو كنتوا فاكرين، وماده جيلاتينيه وليها بارتكلز وهكذا. المفروض الماده الجيلاتينيه دي علشان يقدر الديفولبر يتخللها يكون في مسام. الاكتيفيتور ده هو اللي بيفتح لي المسام اللي تقدر الماده من خلالها تدخل وتتفاعل مع الماده الحساسه. فالاكتيفيتور ده ببساطه هو اللي بيفتح لي سكه للديفولبر ان هو يتفاعل مع الماده الحساسه على الفيلم. في حاجة اسمها الانتي فوج ايجنت او ريسترينر، يعني مانع الضباب، وانا كتبها لكم بالعربي عشان ما تنسوهاش. هو بيمنع حدوث الضباب الكيميائي. ايه الضباب الكيميائي؟ الضباب الكيميائي ده لو حصل والديفولوبر تفاعل مع الاجزاء الغير متعرضة هيحصل ايه؟ هيحرق لي الجزء اللي مش متعرض، هيبقى الفيلم كله اسود، هيبقى كده الصورة ملهاش لازمة. فالريسترينر ده والانتي فوج ده اللي بيخلي يقوله حاسب لا تفاعل مع ده ما تفعلش مع ده، يعني بيقوم بتاخير اختزال الهاليدات الغير متعرضه. هو الديفلوبر بينزل على الاثنين بيحاول يتفاعل مع الاثنين. الريسترينر ده بيقول له حاسب تفاعل مع الهاليدات الفضه مع هاليدات الفضه المتعرضه وما تتفاعلش، بيأخر التفاعل بتاعه مع هاليدات الفضه الغير متعرضه. زي منع الضباب فيها به بروميد البوتاسيوم من اشهر المواد المستخدمه. المذيبات سولفنت، احنا لما بنجيب الديفولبر والفيكسر بنجيبه في شكل عبوات زي ما احنا هنشوف، سواء كانت ليكويد او باودر او كده، بدوبها في حاجه. هدوبها في ايه؟ ايه اشهر مذيب عندنا؟ الميه. السنه اللي فاتت جبت لهم صوره في العملي، صوره ميه، كتبت قلت لهم ده ايه؟ ازاي دي سولفنت مذيب بدوب فيه؟ انا عندي في الدارك روم عندي كام مذيب؟ هو انا بدوب ايه غير الاحماض بتاعتي؟ تمام. طبعا هو رخيص ميه، وان كانت الميه مش رخيصه قوي يعني افيليبل متاح، لكن مشكلته انه ممكن يكون فيه املاح سواء كانت الحديد او النحاس، ده ممكن يعني يسبب لي بعض الضباب في الصوره، لكن يظل الميه هو المذيب الايدي اللي انا بستخدمه في تحضير المحاليل بتاعتي. انواع المظهر اللي في السوق المعتاد بيكون فيه باودر وفيه ليكويد، وكل واحد فيهم ليه طريقه تحضير معينه. ان انا اما ده بحله على مية بكمية معينة، يعني يقولك الباودر ده بيتحل على كذا والباودر ده بيتحل على كذا. من الآخر أنا بتابع طريقة التحضير الموصوفة على المادة. يعني مثلا هرسلك الرصة المكتوبة هنا، فرضا أفرض شركة بكرة الصبح طلعت طريقة إن لازم بيتحل الأول مش عارف مثلا على لتر مية وتسيبه مثلا ساعة وتحله على حاجة تانية، هقول لا والله ما. من الآخر أنا بتابع طريقة التحضير اللي وصفاها الشركة اللي عاملة المظهر بتاعي أو المثبت بتاعي حسب الطريقة الموصوفة في التحضير بتاعه. ده المعتاد يعني في الباودر المشهور، إن أنا بيكون طبعا غرفة منعزلة والتنكات نظيفة والمية بتكون حارة 40، وبضيف مثلا عبوة رقم 1 وبعد كده بضيف العبوة رقم 2. أفرض في شركة عملت ديفولوبر هو كله باج واحدة دوب، هقول لك لا ماليش دعوة، ما قلنا في باج واحد وباج 2، لا خلاص. يبقى أنا في التحضير بتاع الديفولبر بتاعي او المظهر المثبت انا بتبع التعليمات الموصوفه من الشركه المصنعه للماده دي، بتعامل بخطوه 1 2 3، لكن انا لا برتجل من نفسي يلا كب وزود ولا زود ميه، بتبع الخطوات والدوزز الموصوفه. ما عدا اثناء استخدام المظهر لازم يكون تنكات مغطاه لده مصدر الكترونات. هسيب التانك بتاعي مفتوح هيتفاعل مع الهواء. الديفولبر ده لو سبته، هو الديفولبر اصلا زي ما هنشوف ما بيستخدمش اكتر من شهرين. لو انا النهارده جهزت تانك ديفولبر وسبته شهرين، بعد شهرين المفروض ارميه حتى لو ما استخدمتش فيه ولا فيلم. ماشي يا شباب؟ فالديفولبر بالذات انا المفروض بغطي كل تانكاتي عشان احافظ على الاحماض بتاعتي كلين طبعا وهكذا، لكن الديفولبر بالذات لو قلت لك ويتش تانك ماست بي كفرد، اي تانكات لازم يغطى، ديفولبر ولا الفيكسر ولا انهي، فده بيكون طبعا تانك الديفولبر. الكونسنتريت فلويد كونيك فلويد اللي هو الفلويد المركز ده احد الفورمز اللي ممكن الديفولبر يتجاب فيها، بيكون عباره عن ازازه مركزه زي كده وموصوف انها تتحل مثلا على كميه كذا ميه في التكوين.
التايم اوف ديفلوبينج، انا بسيب الفيلم بتاعي في الديفلوبر مده قد ايه؟ في عوامل يعني بتتعلق بالتايم بتاع الديفلوبينج. وقت الاظهار ده بيكون ليه بعض العوامل زي ايه؟ البي اتش في الديفلوبر. الديفلوبر ده احنا قلنا هو ويك الكالاين، ليه بي اتش معينه. البي اتش دي لما بيبدا يفقدها بيبدا يضعف. الفيلم اجيتيشن، لما بحط الفيلم بتاعي وبربه بحركه، ده بيسرع عمليه الديفلوبينج، غير مثلا لو حطيته وسبت الفيلم بتاعي في المظهر. لذلك الاجيتيشن دي من الحاجات المهمه جدا في التثبيت في التحميض بتاعي عامه. التمبريتشر اوف ديفلوبر، كل ما كان الديفلوبر درجه الحراره بتاعته اعلى كل ما كان بيشتغل اسرع. بس هو في نفس الفكره، كل ما درجه الحراره بتزيد بيستهلك اسرع برضه. يعني بمعنى اصح، لو انا بشتغل في الصيف وبشتغل في الشتاء، في الصيف الوقت اللي بعوزه عشان اظهر الفيلم بتاعي، لو طبعا لو بشتغل من غير تكييف يعني، هلاقي الوقت اقصر في الصيف عن الوقت في الشتاء. ممكن تلاقي سؤال مثلا بيقول لك ان تايم اوف ديفلوبينج ان وينتر از نوت ذان سمر، الوقت بيكون ايه، لونجر ولا سمولر ولا ذا سيم ولا ايهم؟ في الشتاء بيكون ايه، عالي ايه، اطول بالظبط، هيكون ابطا او اطول، لان درجه الحراره تكون منخفضه بتاعه الديفلوبر، فعاوز زمن اكتر في التحميض. ده التمبريتشر المختلفه، قصادها التايم يعني نسبيا، يعني لو 20 درجه المفروض هي الايديال، بيعوز من 5 الى 4 الى 5 دقائق التايم بتاع الديفلوبينج. وزي ما انتم شايفين كل ما بتقل درجه الحراره بيزيد الوقت، والعكس لما بيزيد درجه الحراره بيقل الوقت. طبعا احنا كنا بنشتغل في دارك روم درجه الحراره بتاعتها 35، فانت مسافه ما تحط التانك اصلا الفيلم تحطه في التانك دقيقه ونص وتلاقيه اتحمض وطلع بمعنى صح. طيب هو ايه اللي هيحصل، احنا مش حاطين الهيد بتاعت الشريحه، لما بتزيد الحراره بيحصل ايه؟ بتزيد قدره وقوه المظهر، ده ممكن يؤدي الى الضباب، بيزيد التاكسد بتاعه فبيقل العمر الافتراضي بتاعه، وده ممكن يرطب في الطبقه الحساسه اكتر ما ينبغي فيبوظ الفيلم خالص. يعني ممكن يقول لحد يقول لك ايه، طب ما نسخن المظهر، ما احنا نخلي المصغر في درجه 60 70 درجه ونحط الفيلم يا دوبك 10 ثواني. لا، انت كده هتبوظ المصغر وهتبوظ الفيلم. فلذلك في درجه حراره المفروض هي الايديال اللي انا بشتغل فيها على الديفلوبينج او على الاظهار. اجيتيشن هتنسوها، اللي هو بتلاقي ان احنا بنحط الفيلم وبنحركه بنربه جوه التانك. ليه؟ اول حاجه وابسط حاجه، لو انا مسكت لو ايدي كده حطيتها بالراحه في تانك ميه، مش هلاقي فيه فقاقيع ميه متكونه عليها؟ اذا الفيلم بتاعي لما بغطسه في المظهر برضو بيكون عليه فقاقيع هواء، سوري فقاقيع هواء مش ميه، فقاقيع هواء. فقاقيع الهواء دي مش عامله حاجز ما بين الديفلوبر ما بين الفيلم، يعني النقط اللي عليها فقاقيع الهواء دي مش هتتحمض، هتطلع لي نقط مش متحمضه في الفيلم. اذا دي من عيوب الافلام. اذا لازم انا بحط الفيلم بتاعي وبرجه اول حاجه علشان احوش فقاقيع الهواء دي، اللي لو فضلت هتعمل لي حاجه اسمها اير بيل ماركس، علامه زي شكل الجرس كده، دايره بيضاء وحواليها دايره كده ايه اغمق منها شويه، عشان كده تسموها الاير بيل ماركس. رقم اثنين، ان انا كده كده بقلب، انا بحب بعوز الديفلوبر ده مركب مش سائل، ماده مركبه وده فيه كذا حاجه، فانا بعوز اقلبه. طب انا بقلبه بالفيلم بتاعي بالمره، انا في الحركه دي انا بدوب الديفلوبر كل مره، بدوبه بيه عن طريق الفيلم. رقم ثلاثة، بزود التفاعل بتاعه مع الطبقات بتاعة الفيلم فبيسرع لي عملية الإظهار. فدي الوظائف المختلفة بتاعة الأجيتيشن أو شيكينج فيلم إنسايد تانك. زي ما أنتم شايفين الدوائر البيضاء الصغيرة دي، أو شايفينها دي، هي الإير بيل ماركس، دي حتت في الفيلم ما تعرضتش للمظهر فما اتحرقتش، فلما يجي الديفلوبر يرحمكم الله، لما يجي الديفلوبر يتفاعل معاها هياكلها فهيظهرها لي بيضه، فتبقى دوائر بيضه كده، تعتبر من عيوب الافلام اللي هنشوفها في المحاضره اللي جايه ان شاء الله. امتى الديفلوبر بيكون اكسباير؟ بلاش امتى، انا راجل لسه شغال في المكان ده جديد وما اعرفش هم ادوا حلته امتى يا شباب الديفلوبر. لا والله مش فاكرين، ما الاستاذ اللي حلهم مشي. طب تاريخ كام؟ بمنتهى البساطه ببص في التانك بتاع الديفلوبر، الديفلوبر الكويس بيكون كلير شفاف، والديفلوبر الاكسباير بيكون تيربد معتم معكر. بفتح التانك بتاعي لقيت الديفلوبر كده معكر مش شايف القعر بتاعت التانك، والله يا اخوانا الديفلوبر ده بايظ من قبل ما احط فيه الفيلم. يبقى بحكم على الديفلوبر اذا كان كويس ولا بايظ؟ لا، ببص فيه، لو كان شفاف كلير يبقى ده ديفلوبر كويس شغال، لو كان تيربد يبقى اكسباير. ايه الكوز اللي تخلي الديفلوبر بتاعي يبقى اكسبايرد؟ يعني مثلا النهارده انا حددت الديفلوبر
احنا عندنا اوضتين اكس راي، فلان شغال على الاوضه دي وفلانه شغال على الاوضه دي، بينما الاوضه اللي شغال عليها فلان ده الديفلوبر في شهر كان خلص اكسبايرد، بينما اللي شغال عليه زميلته ده مازال شغال رغم ان هو المفروض يعني الديت بتاعه خلال شهرين. ليه؟ الراجل ده بيشتغل على افلام حجم كبير 14-17، شغال على جهاز سورشست مثلا افلام كبيره، هي شغاله اسنان، هو بيحط فيلم متر في مترين، طبعا كل ما بينزل فيلم بيطلع بيعمل حاجه اسمها بسكوت انتي فيزيكال لوس، يعني بياخد معاه كميه من الديفولبر. صح، انا لما احط بسكوته في كوبايه شاي مش بتطلع بكميه من الشاي؟ نفس الفكره، الفيلم ده بينزل بيطلع بكميه، بينزل بيطلع بكميه، فبيقل كميه فيزيكال. رقم اثنين، بيتعامل مع سطح كبير خالص، فيلم كبير، فالفيلم ده هياكل من الماده بتاعت الديفولبر. صح، تلقائي هيبقى اكزهوستد، هيبدا يبقى اكسباير. هي شغال على فيلم اسنان يا دوبك تغمس تغميسه صغيره، يعني ما زال الديفلوبر زي ما هو. تمام، اذا لما بتعامل اول حاجه ان انا لو ما غطيتش الديفلوبر هيبوظ بدري بدري، ده رقم واحد. لو هتعامل مع افلام كبيره ده هياكل لي المظهر بتاعي بسرعه. لو اتعاملت في مكان حر، انا شغال في الاوضه دي وسايب تكييف، مفيش تكييف والدنيا مقفوله درجه الحراره 35، هلاقي الديفلوبر بتاعي باظ بدري بدري. لكن هي مثلا مشغله، او هو مش يعني شرط هي وهو يعني رقم واحد ورقم اثنين، لا ده مشغل التكييف ودرجه الحراره 20-25، محافظ على التمبريتشر بتاعه المظهر، فالمظهر بتاعي محافظ عليه. يبقى رقم واحد تمبريتشر، كل ما هزيد درجه الحراره هيقل العمر بتاع المظهر. لارج فيلم، كل ما هستخدم افلام حجمها اكبر هتستهلك المظهر اسرع. دبل فيس فيلم، احنا قلنا في افلام سنجل فيس، في افلام دبل فيس، تلقائي انا بتعامل مع مساحه، يبقى الافلام الدبل فيس هتستهلك كميه من المظهر اكتر من اللي هتستهلكها سنجل فيس. واخيرا الهاردر فيلم، لما يكون مثلا حد شغال ايده تقيله في العوامل، افلامه كلها هارد، ما هو الهارد ده على حساب ايه؟ ما هو المظهر ده هو اللي بيظهر لي الحاجات السوداء في الفيلم، الفيلم كله اسود، هيستهلك كميه اكبر من المظهر. يبقى دي العوامل اللي بتتحكم لي في الايج بتاع الديفلوبر او عمر المظهر بتاعي. يبقى التمبريتشر، الهارد فيلم، اللارج فيلم، الدبل فيس فيلم، هي دي كلها الحاجات اللي بتتعب. طيب نيجي لحاجه مهمه اسمها ريبلي نايشرز. ريبلي نايشرز يعني ايه؟ في حاجه اسمها مجددات الوظيفه. انا المظهر ده بدل ما هكبه وهرميه، في حاجه اسمها ريبلي نايشرز او مجدد وظيفه، هو سائل يضاف للمظهر لاعاده وتجديد الوظيفه بتاعته. كل نوع مظهر ليه مجدد وظيفه بتاعه، ريبلي نايشر سبيسيفيك بتاعه، ماده كذا ليها ريبلي نايشر كذا، سواء كان سائل او مسحوق. لكن بيكون في طريقه من اما ان انا بعمل حاجه اسمها توبنج اب، يعني المظهر بيقل، انا عارف ان مستوى المظهر لحد المستوى الفلاني بيقل شويه زي زيت العربيه، لما زيت العربيه بيقل انا بعمل ايه؟ انا بزوده. هو الزيت اللي تحت قديم بس انا بزوده عشان احافظ على المستوى بتاعه، بس مش بزوده بنفس ماده المظهر، انا بزوده بريبلي نايشر او اللي هي مجددات الوظيفه. او ان انا في حزب ان انا مش عارف بيضاف جالون لكل 40 فيلم ومش عارف مساحه ايه، طبعا عمليا ده ما بيحصلش، صعب ان انا اقعد اعد في كام فيلم واضيف مش عارف ايه. الاقرب ان انا بعمل القصه دي ان انا بضيف ريبلي نايشر، ده بوصله الى نفس المستوى اللي كان فيه الديفلوبر. لكن احذر حذاري ان انت تضيف ميه، ما تعملش زي اللي بيغشوا اللبن، تستسهل تروح ايه، تروح ضايف ميه عشان تزود الديفلوبر، انت كده مش بتعمل حاجه، بالعكس تبوظ الديفلوبر بتاعك بدري. لكن الحل ان انا بضيف له مجددات الوظيفه المناسبه للديفلوبر بتاعي، او هغير الطول. فتره صلاحيه المظهر زي ما قلنا المفروض ما تزيدش عن شهرين حتى لو لم يتم استعماله. تمام، يبقى ممكن تلاقي سؤال مثلا ذا ديفلوبر اكسباير ديت از لونج لايف، يعني طول الحياه، نوت مور ذان 2 مانثس 1 يير مثلا فور اكزامبل، هيبقى ايه؟ طبعا مع كده كده 2 مانثس، حتى لو ما استخدمتهوش طالما كونته بعد شهرين هلاقيه هو كان نفسه باظ واتعكر وبقى غير صالح للاستخدام، او فقد الالكترونات اللي جواه اللي هتنفع لعمليه الاظهار. اذا ما ننساش ان دي الكومبوننت المختلفه بتاعه الديفلوبر، وما ننساش ان المذيب الماده هي الميه، هي تعتبر المذيب الرئيسي لعمليه الديفلوبمنت. في حاجه اسمها الستوب باس، ده عباره عن ويك اسيد. المحاضره برضو زي ما حضراتكم عارفين اعتقد هي نزلت عندكم وهتلاقوها موجوده على الصفحه بتاعتها موقع الجامعه، دي برضو مصادر مختلفه لو عايزين تعرفوها. باذن الله ان شاء الله كده احنا خلصنا المحاضره بتاعه النهارده، وبالتوفيق يا شباب.